هل ليلة النصف من شعبان لها فضل؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفل بليلة النصف من شعبان؟ هل هناك أسلوب معين لإحياء ليلة النصف من شعبان؟ وهل الدعاء له صيغة خاصة؟ رسالة الإيمان بجديدنا نصل إن شاء الله إلى الإحسان. يحتفل المسلمون بليلة النصف من شعبان، وهذه الليلة تبدأ من بعد صلاة مغرب اليوم الرابع عشر من شعبان، وحتى دخول صلاة فجر اليوم الخامس عشر من شعبان، وتعود أهمية تلك الليلة لدى أغلب أهل الإسلام، لأنه تم فيها تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، بمكة المكرمة، بالعام الثاني من الهجرة على أرجح الآراء. إلا أن تاريخ تغيير القبلة ليس متفقًا عليه أنه كان في هذه الليلة، فلدى العلماء كان ذلك في اليوم السابع عشر من شهر رجب في العام الثاني بعد الهجرة النبوية إلى المدينة، كما قيل أن ذلك كان في ثامن أيام المحرم من العام عينه أثناء الركعة الثانية من صلاة الظهر، كما قيل أن ذلك في نصف شعبان. إن ليلة النصف من شعبان لم يأتي فيها حديث وصل إلى درجة الصحة، هناك أحاديث حسنها بعض العلماء وبعضهم ردها وقالوا بأنه لم يصح في ليلة النصف من شعبان أي حديث، فإن قلنا بالحسن فكل ما ورد أنه يدعو في هذه الليلة ويستغفر الله عز وجل، أما صيغة دعاء معين فهذا لم يرد. هل ليلة النصف من شعبان لها فضل؟ لقد ورد في فضلها أحاديث صحح بعض العلماء بعضا منها وضعفها آخرون، وإن أجازوا الأخذ بها في فضائل الأعمال، ومنها حديث ما جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطلع الله على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه، إلا لمشرك أو مشاحن. ومنها ايضا حديث عائشه رضي الله عنها حيث قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فصلى فاطال السجود حتى ظننت انه قد قبض فلما رفع راسه من السجود وفرغ من صلاته قال يا عائشه ظننت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد خاس بك أي لم يعطكِ حقك، قلت لا والله يا رسول الله، ولكن ظننت أنك قد قبضت لطول سجودك، فقال أتدرين أي ليلة هذه؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال: هذه الليلة النصف من شعبان، إن الله عز وجل يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمستغفرين، ويرحم المسترحمين، ويؤخر أهل الحقد كما هم. وقد روى ابن ماجه في سننه باسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه مرفوعا اي الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت ليله النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فان الله تعالى ينزل في غروب الشمس الى السماء الدنيا فيقول الا مستغفر فاغفر له الا مسترزق فارزق الا مبلم فاعافيه الا كذا الا كذا حتى يطلع الفجر فبهذه الأحاديث وغيرها يمكن أن يقال إن لليلة النصف من شعبان فضلاً، وليس هناك نص يمنع ذلك، فشهر شعبان له فضله، فقد روى النسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان" قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين واحب ان يرفع عملي وانا صائم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفل بليله النصف من شعبان ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتفل بشهر شعبان، وكان احتفاله بالصوم، أما قيام الليل، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان كثير القيام بالليل في كل الشهور، وقيامه ليلة النصف كقيامه في أية ليلة، ويؤيد ذلك ما ورد في الأحاديث السابقة، وإن كانت ضعيفة، فيؤخذ بها في فضائل الأعمال، فقد أمر بقيامها. وقام هو بالفعل على النحو الذي ذكرته السيدة عائشة رضي الله عنها، وكان هذا الاحتفال شخصيا يعني لم يكن في جماعة. هل هناك أسلوب معين لإحياء ليلة النصف من شعبان، وهل الدعاء له صيغة خاصة؟ إن الصلاة بنية التقرب إلى الله لا مانع منها، فهي خير موضوع. والدعاء في هذه الليلة لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مبدأ الاحتفال ليس ثابتا بطريق صحيح عند الأكثرين، ومما أثر في ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: "سمعته يقول في السجود: "أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك". رواه البيهقي من طريق العلاء كما تقدم. هذا والله تعالى اعلى واعلم دمتم في رعايه الله وامنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته